اسمك انت؟ بابوكر خيسي. انا هو الدوسي، استنى، شو اسمه اللي عندك؟ بابوكر خيسي. خيسي. بابوكر خيسي عندك؟ اي باي. برشا مرضى اخرين راه معناتها منك انت برشا مرضى اخرين ولا معاش عنا نفس معانات اللي عندك انت اللي تعرضت لها. انا مشكلتي قلت لك الدوسي نتاعي ديما ضايع من الثوره، من وقت الثوره، بل كان ديما موجود من وقت الثوره، ما فماش الدوسي نتاعي. نمشي للمدير، المدير يبعثني للسكرتير، السكرتير يبعثني للي قايد، والقايد والقايد، ونقعد نستنى بس الاخر واحد في الصاله نقعد نقول لهم شوف معايا تريش، يقول لي لا الدوسي نتاعك صار. كل ما نمشي نفس المشكل نفس الحكاية. وليت نعطوني على الجمعية، جيت قلت نمشي نشوف نلقاش حل كيفاه، خاطر انا ما لقيت حتى حل. جيت المدام زروق دخلت معناها تكلمت المدير وكل شيء ومشيت، عداو عليا من غير دوسي، فماش دوسي، على اساس باش يلقاو لي دوسي، مفماش دوسي، عداو لي النهار هذاك. بعد نفس الحكاية جيت زاد صار لي نفس المشكل، ما فماش دوسيك امشي، لا نعمل لا ما نعمل حتى شيء في السبيطار، لا نجم نصور لا نجم حتى شيء. رجعوني يقولوا لي برا امشي اعمل الفلوس، منين نجيب الفلوس؟ وانا مريضة عدة امراض، معناها في القصاب وفي الرابط نداوي كل شيء. يعني ما تسكنش في تونس؟ ما نسكنش في تونس، بعيدة 200 كيلومتر، وتصور في الشهر نجي 3 مرات 4 مرات، منين انا باش نجيب؟ ما تلقاش وين تبيت، وما تلقاش وين تبيت، وحتى كان قداش باش تهزك العباد، قداش باش تهزك، يهزوك جمعة جمعتين، انت لازم شقق سبحان الله. والتحاليل اللي عملتهم هون يعني والتحاليل اللي عملتهم ها مازال راني نستنى ان شاء الله عملتهم لي مدام زروق ولا برا في ال في البريفي كلينيك في صحة كلينيك في بلاس باستور وكل شيء، وان شاء الله راني باش نعدي وان شاء الله ما تجينيش مشاكل اخرى ان شاء الله يقعدوا ضد الدوسي ان شاء الله يا ربي، خاطر هما سي يبداو يعني يحطوا كل شيء انفورماتيزي نورمال ان شاء الله ان شاء الله تسهل ان شاء الله يا رب. يعني انا كنشوف امشي يجيب تحليل